انا شايف ان كل الامكانيات اللي شفناها النهارده وشفناها في فترات سابقه خاصه على صعيد تنفيذ الالعاب او صعيد القريه الرياضيه على مستوى عالي جدا جدا، وقد تكون جاهزه من بكره غدا. وده بيضع كل رؤساء الوفود اللي كانوا موجودين زملائي من الدول الافريقيه جمعاء ان هم يعني عندهم نوع من الارتياح الكامل والاطمئنان الكامل، ده من ناحيه. الناحيه الاخرى بصفتي سكرتير عام اتحاديه الاتحادات الرياضيه الافريقيه على الجانب الفني، فالدوره دي متميزه عن كافه الدورات الافريقيه ان فيها 17 لعبه مؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، ده جانب. الجانب الاخر واللي مهم جدا ان كل استعدادات الدول الافريقيه ان هي تيجي بعد غياب الى حد ما عن الدورات الافريقيه الكبيره، فانا شايف ان هذه الدوره ستضع اي دوله بتنظم دورة ألعاب أفريقية بعد المغرب هيبقى عندها صعوبة كبيرة إن هي تؤدي هذا الأداء. أنا بشكر اللجنة المنظمة كل الشكر والتقدير للمملكة المغربية على استضافتها في وقت ضيق جدا وحساس، ولولا جاهزية كل الإمكانيات سواء كانت فنية أو لوجستية والكوجا اللجنة المنظمة للدورة كلها على استعداد تام ان الدوره تبدا بكره، ولكن للنظم فهناك ثلاث شركاء: الاتحاد الافريقي السياسي مع الانوكا، اتحاد اللجان الاولمبيه الافريقيه مع الاوكسا، اتحاد الاتحادات الرياضيه الافريقيه مع اللجنه المنظمه، هيكون بيشتغلوا في تناغم كامل كي تكون هذه الدوره 12 دوره الالعاب الافريقيه الثانيه عشر من افضل الالعاب دورات الالعاب الافريقيه على مستوى منذ بدأها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.